بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي طلاب الفرقة الثانية. المحاضرة دي مخصصة لل second year students for the English section. Our subject is foreign trade economics. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الخطوات الإجرائية لكتابة الأبحاث المطلوبة لاجتياز مقررات الفرقة الثانية. بنقول ان الـ يعني recommended steps والخطوات الأساسية نرجو الالتزام بها في كتابة هذه الأبحاث، وجزء منها هيكون جزء منهجي وجزء منها هيكون جزء شكلي وأساسي، والاثنين هامين جدا لاجتياز هذا البحث بنجاح بإذن الله. طيب بنقول عدد الصفحات في البحث اللي حضراتكم هتكتبوه. بنقول ان عدد الصفحات المطلوبة، الحد الادنى 5 صفحات والحد الاقصى 7 صفحات. يعني بنقول باختصار ان المينيمم ليميت هو هيكون 5 pages، والماكسيمم ليميت بيكون عندنا 7 pages. وطبعا يعني ارجو الالتزام بالكلام ده عشان يكون سهل على حضراتكم يعني تحميل الملفات على الايميل الخاص بالإدارة. يعني طيب بنقول الاسلوب كتابة البحث، احنا طبعا مش هنتكلم عن الميثودولوجي والاساليب بشكل كامل، لكن هنتكلم بس عن الريكومندد specifications وايه هي الحاجات الاساسيه اللي هي لا يجب ان نقل عنها. يعني فبنقول عندنا في اسلوب كتابه البحث احنا هنستخدم الاسلوب الوصفي والبياني والرياضي، وهي نفس الاساليب الثلاثه اللي احنا اعتمدنا عليها بالفعل في شرح المحاضرات. الوصفي ان احنا هنوصف حاله المتغير اللي احنا هنتكلم عنه، هنعرفه، هنحط له الديفينيشن، المين بوينتس، الديتيرمنتس للفينومينا اللي احنا بنحكي عنها، هنحكي البيهيفير للفاريبلز الاساسيه في كل سبجكت، وطبعا الريليشن بتوين ذا فاريبلز قلنا هنوصفها وبنستخدم لها الجرافس، فطبعا الجرافس دي اساسيه وده اسلوب مهم نستخدم عليه الاسلوب بتاع البياني في البحث. طيب الاسلوب الرياضي اللي هو الماثيماتيكال ميثود ده برضو هنستخدمه، واحنا بالفعل استخدمناه واحنا بنحكي عن الملتبلاير وعن الناشونال انكم ايكوليبريم، فاحنا اتكلمنا واستخدمنا بالفعل معادلات ودوال لما كنا بنشرح دالة الطلب على الواردات مثلا، استخدمنا معادلة، المعادلة دي اسلوب رياضي وهكذا. فبنقول يبقى the descriptive graphical and mathematical method are used. طبعا بنأكد على أهمية الأمانة العلمية. الأمانة العلمية مهمة جدا إن حضراتكم تحددوا الريفرنس والريسورس اللي هتشتغلوا منها، سواء كانت التكست اللي هو المقرر على حضراتكم هنكتب إن ده التكست اللي احنا رجعنا له وهنوثقه، هنكتب اسم الأوثر وهنكتب الير السنة اللي اتنشر فيها التكست ده، وهنكتب طبعا التايتل بتاعه والعنوان الرئيسي للكتاب. طيب بنقول ان لو هنرجع لبيانات فاحنا بنريكومند ان احنا نرجع للسنترال بانك اوف ايجيبت، والسنترال بانك اوف ايجيبت عنده الريبورت السنوي، عنده الانوال ريبورت، وعنده اللي هي الايكونوميك جورنال بتاعته الخاصه بالسنترال بانك اوف ايجيبت. فبنأكد على حضراتكم ان الامانه العلميه مهمه جدا، واحنا لازم نشير لمصادر البيانات ولمصادر المعلومات اللي بنحكي عنها. طيب بنقول تاني ان اسلوب كتابه البحث برضو زي ما احنا اتفقنا على مصادر البيانات والكلام ده والمصادر الجزء النظري، لازم يكون عنده ترتيب منطقي واللي هو يعني ايه بنقول عليه الموست كومن في الريسيرش، وطبعا احنا مش هنقدر نلتزم بيه بشكل كامل حرفيا لان ده مجرد بحث يعني لاجتياز مرحله دراسيه وليس بحث كاملا بكل ما تعنيه الكلمه يعني. طيب فبنقول الترتيب المنطقي ده مهم جدا لان هتتحاسبوا عليه يعني في التقييم. اول حاجه هيكون عندنا الانترو، في الانترودكشن يعني هنمهد وهنقول ايه هي الامبورتنس وهنقول ايه هي
يعني القضية الأساسية اللي بيناقشها الموضوع ده، ونبدأ نمهد هنناقشها ازاي، وهنقول هنحط فيها البلان بتاعتنا، نقول ان احنا هيبقى يكون عندنا theoretical framework، وهيكون عندنا applied framework، ونبدأ نحكي الكلام ده. طيب بعد ما هنحط ال introduction وال plan وال importance for your research، هنبدأ نحكي في theoretical framework، الإطار النظري لموضوع البحث. والإطار النظري لموضوع البحث أو theoretical framework يا إما أكيد طبعا هيكون يا إما من التكست، يا إما من أي سورس حضرتك هترجع له، وده طبعا لازم تقول إيه هو المصدر اللي أنت كتبت منه الكلام ده. طيب في الجزء الـ applied قلنا هنرجع للـ Central Bank of Egypt في الريبورت السنوي اللي بيطلع، أو في الـ Economic Journal اللي بيصدرها الـ Central Bank of Egypt، ولازم اقول الير، ولازم اقول البيج اللي انا هستخدم منها اي بيان انا هعتمد عليه في الجزء الابلايد في يور ان يور ريسيرش. طيب في النهايه بعد ما حضراتكم هتستعرضوا theoretical framework and the applied framework، في النهايه لازم هتكتبوا في الاخر حاجه اسمها الدروس المستفاده والنتائج اللي هي the conclusion. والconclusion هنا يعني لو تقدر كل واحد منكم يكتب لنا كمان policy recommendations، توصيات لصانع السياسة الاقتصادية، عشان يبدأ ان هو يعني يبقى الموضوع منطبق بحالة الاقتصاد المصري. طيب الموضوعات المقترحة اللي حضراتكم هتختاروا منها، عندنا first subject، the first subject is balance of payments. الموضوع الاول هيحكي عن حالة ميزان المدفوعات. بيفترض في حضراتكم واحنا بنكتب البحث ده ان في الجزء الثيوريتيكال فريم ورك، في الجزء ده هنكون عندنا ديفينيشن وديسكشن للبالانس اوف بيمنتس، هنعرف ايه هو التعريف بتاعه، وايه هي العناصر الاساسيه لميزان المدفوعات، والنقط دي احنا كلها شرحناها في الباوربوينت، وهو موجود على اليوتيوب بالفعل، وموجود طبعا معاكم في الكتاب، واي مصدر هترجع له لازم هيحط الاول لحضرتك ديفينيشن للبالانس اوف بيمنتس، وبعد كده يقول لنا العناصر الاساسيه لميزان المدفوعات. طيب بنقول ان احنا كمان مطلوب مننا تو اكسبلين اتس كومبوننتس، واحنا عشان تو اكسبلين اتس كومبوننتس فاحنا هنتكلم عن الفيرتيكال والهوريزونتال ديفيجن، هنتكلم عن التقسيم الرأسي والتقسيم الافقي لميزان المدفوعات. وقلنا في الفيرتيكال عندنا في التقسيم الرأسي عندنا جانب دائن وجانب مدين، هنقول في كل جانب البوزيتيف والنيجاتيف سايد هنكتب ايه من المعاملات. لو احنا هنتكلم عنه بعد كده في الجزء الثيوريتيكال برضو عن اللي هو الكومبوننتس هوريزونتالي، فهنقول ايه هو الكارنت اكاونت، وهنقول ايه هو الكابيتال اكاونت، وكل يعني حساب منهم ايه هي الكومبوننتس اللي بيتم يعني قيدها، وايه هي الكومبوننتس والايكونوميك ترانزاكشنز اللي هي تو بي ريكوردد في الكارنت اكاونت او في الكابيتال اكاونت. بعد ما حضراتكم هتخلصوا الجزء الخاص بالثيوريتيكال فريم ورك، هتتوجهوا الى how to analyze the Egyptian exports for the last 3 years، وهنستخدم الترمينولوجيز اللي احنا استخدمناها في بداية دراستنا اللي هي الابسولوت ادفانتج والكمباراتيف ادفانتج، والترمينولوجيز دي مهمة to explain the behavior of the Egyptian exports. وقلنا لما هنيجي نناقش الصادرات المصرية هنبدأ هنا هنعتمد على بيانات من Central Bank of Egypt، التقرير السنوي او الايكونوميك جورنال، وهنبدأ نشرح هي مصر بتصدر في السنوات الثلاثة الاخيرة سلع معينة، هل السلع دي احنا عندنا فيها absolute advantage ولا احنا عندنا فيها comparative advantage، يعني you have to explain، مش هتجيب لنا بس التابلز وتبدأ تسيبها لنا، لا حضرتك بعد ما هتجيب البيانات هت explain the case of Egypt وهتستخدم ال terminologies اللي احنا بنقول عليها. طيب the second subject is foreign exchange ماركت، هنتكلم عن سوق الصرف الأجنبي وطبيعة العلاقة بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري، ودي بالفعل ناقشناها بالتفصيل. وطبعا نفس الموضوع يكون عندنا الجزء الخاص بالثيوريتيكال فريم ورك، you have to define the exchange rate and the foreign exchange market، هتعرف لنا ايه هو سعر الصرف الاجنبي او معدل الصرف الاجنبي، وايه هو سوق الصرف الاجنبي، you have to discuss the components للفورين exchange market، السبلاي والديماند،
في سوق الصرف الأجنبي، وإيه هي العناصر الأساسية للسبلاي والديماند في الفورن اكسشينج ماركت. مطلوب من حضراتكم أيضا في الثيوريتيكال فريم ورك you have to explain the foreign exchange rate systems، هتعرف لنا وتشرح لنا ايه هي نظم الصرف الاجنبي، ودي بالفعل هتلاقوها موجودة في المحاضرات اللي موجودة عند حضراتكم على اليوتيوب، وموجودة ايضا على الجوجل كلاس روم الخاص بالجروب بتاع حضراتكم. طيب بعد ما نخلص الجزء theoretical framework you have to analyze the Egyptian foreign exchange rate for the last 3 years. هتحلل وتناقش الحالة بتاعت سعر الصرف في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة. وطبعا الريفرنس بتاع حضراتكم في الجزء ده والمين سورس اللي هترجع له اللي هو قلنا Central Bank of Egypt الانوال ريبورت او الايكونوميك جورنال. طيب الثيرد سبجكت هيكون برضو مرتبط بالبالانس اوف بيمنتس والاكسشينج ريت، هيكون مرتبط بيهم هما الاثنين مع بعض. وده بيقول لنا السؤال ده under the flexible exchange rate show the change in the exchange rate of the Egyptian pound in terms of the dollar in the following conditions given that a deficit in the Egyptian current account, a fall in Egypt's inflation rate, a rise in Egypt's interest rate, a surplus in Egypt's trade balance. وطبعا الحالات دي مشروحة بالفعل في الشابتر ده في الكتاب، فحضراتكم مجرد تطبيق مباشر هنشوف لو في كل حالة من الحالات دي ايه اللي هيحصل لي سعر الصرف التوازني في حالة سعر الصرف المرن. طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندنا شيفت في السبلاي كيرف ولا شيفت في الديماند كيرف، والنيو equilibrium بوينت هتتحدد ازاي. طيب وهيكون عندنا الجيفن عندنا ان ال 1 ليره جيبسيان equal 0.12 US dollars. بعد ما نحلل الاطار النظري ده you have to analyze the Egyptian current account for the last 3 years. هتحلل وتناقش حالة الحساب الجاري في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، وده طبعا من ال Central Bank of Egypt زي ما اتفقنا. طيب الموضوع الرابع the fourth subject multinational corporations، هنتكلم عن الشركات متعددة الجنسية. المطلوب هنا لو حضراتكم الدارس او الطالب من حضراتكم اللي هيختار الموضوع ده ويشتغل عليه، اول حاجة you have to define the multinational corporation، هتعرف لنا يعني ايه شركة متعددة الجنسية، وده طبعا كان موجود عندنا في الباوربوينت تاني بأكد اللي موجود مع حضراتكم في المحاضرة اللي هي قبل المراجعة، المحاضرة اللي هي قبل الأخيرة، وموجود فيها الديفينيشن، وهتلاقوا منها موجودة نسخة على اليوتيوب وعلى الجوجل كلاس روم. طيب يبقى هنعرف الأول يعني ايه مالتي ناشونال كوربريشن، وبعد كده you have to discuss المالتي ناشونال كوربريشنز ايه هي الكاركترز بتاعتها، ودي برضو احنا قلناها ايه هي الخصائص للمالتي ناشونال كوربريشنز. وبعد كده you have to explain the shift in less developed countries policies toward multinational corporations، هتحلل لنا وتشرح لنا ازاي حصل تحول في سياسات الدول النامية في تعاملها مع المالتيناشنال كوربريشنز. طيب ده كل ده في theoretical framework. طيب after you finish your theoretical frameworks you have to start to analyze the foreign direct investment in Egypt for the last 3 years. هتanalyze the foreign direct investment in Egypt، وطبعا قلنا your source and your reference the Central Bank of Egypt. بعد ما خلصنا كل ده بأكد على حضراتكم ان احنا هنحاول نلتزم بالعناصر الأساسية في البحث، وهي طبعا معظمها أساسية وجزء منها يعني استرشادي. طبعا العناصر اللي هي مقدمة البحث الانترودكشن، ودي احنا قلناها في البداية، الهدف من البحث اللي هو الأوبجكتيف، ان احنا هنحلل تحليل اللي هو النظري theoretical، وهنحلل اللي هو الجزء الابلايد، فده من اهداف البحث طبعا لازم نكتبه في الانترودكشن. الدراسات السابقة احنا مش هنعتمد على دراسات سابقة لان ده مش بحث اكاديمي كما يعني ينبغي، ده مجرد بحث للانتقال يعني لتقييم معرفة حضراتكم بالمقرر. فالجزء الخاص بالدراسة السابقة ده احنا هنعتمد فيه على الجزء الاطار النظري اللي انتوا هتشتغلوا عليه، وبالفعل ده من الكتاب المقرر او من اي مصدر يكون في عندنا في تعريف للمصطلح الاساسي محل الموضوع البحث والعناصر الاساسية والمحددات لهذا الموضوع. طيب
جزء الابلايد هيكون عندنا جمع البيانات وتجميع البيانات. احنا قلنا من السنترال بانك اوف ايجيبت لازم اشير للكلام ده واقول ان المصدر بتاعي هو البنك المركزي المصري. بعد كده دور حضراتكم بعد ما هنجمع ونكتب الكلام ده في جدول في الجزء الابلايد، هنبدأ your analysis بقى، تحليل حضراتكم للبيانات. وتحليل البيانات ده طبعا مع الجدول هيكون في صفحة غالبا، فالصفحة دي لازم بعد ما اكتب الجدول ابدأ انا يعني هشرح واقول اللي حصل للمتغير محل البحث. في نهاية البحث هيكون عندنا نتائج والتوصيات، وهيكون عندنا اللي هي الدروس المستفادة، ولو ممكن لو تقدروا طبعا هيكون عندنا اللي هي policy recommendations. طيب فونتات الكتابة لمشروع البحث والحاجات دي حاجات شكلية بس نحاول نلتزم بيها يعني لاستيفاء كافة جوانب البحث، تمام. وقلنا في الأمانة العلمية هنكتب طبعا أسماء المراجع واللي تم استعانة بيها في إجراء هذا المشروع البحث. طيب بنقول ان من اهم نقط التقييم ان حضراتكم تغطوا عناصر موضوع البحث ويكون ترتيبه منطقي كما تم الاتفاق عليه. هنغطي جميع عناصر البحث من حيث اللي هو الاطار النظري والاطار التطبيقي، وهنرتب ترتيب منطقي زي ما احنا اتفقنا. هيكون عندنا مقدمة، اطار نظري، اطار تطبيقي، خلاصة وتوصيات، وطبعا الأمانة العلمية مهمة جدا. طيب بنقول دقة وسلامة اللغة يعني هنحاول يعني نقيمها، وحضراتكم هتكتبوا بالكمبيوتر بفونت اريال 16 والعناوين طبعا بولت، الهوامش 2.5 سنتيمتر من الجوانب الأربعة، والسبيس هتكون سنجل. طيب مقدرة حضراتكم على ابتكار أو إضافة حاجة هنقيسها من خلال الجزء اللي هو بتاع البوليسي ريكومنديشنز. طيب بنتمنى ان حضراتكم ما تقتبسوش او تنسخوا حاجة من بعض، يعني كل واحد يعتمد على نفسه بعد يعني بعد اذنكم، يعني ياريت الكلام ده تلتزموا بيه، لان لو تم نقل حاجة من بعض طبعا يعني ممكن يتم استبعاد البحثين اللي فيهم نقل كامل من بعض. هنأكد ان حضراتكم هتكتبوا في الصفحة الاولى اللي هو اسم المقرر واسم استاذ المقرر وعنوان البحث، وهتتم الكتابة اللي هو بفونت اريال 16 بول. طيب بنقول برضو ان ما نكتبش اي بيانات سواء الاسم او الاي دي داخل متن البحث. في داخل البحث لا يجب كتابة اي شيء يدل على شخصية الطالب، لان لو حصل ده هيعتبر هذا الطالب راسبا، وطبعا ده يعني ايه هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فنتمنى ان حضراتكم تلتزموا بكتابة الاسم بالكامل وكود الطالب واسم المقرر واسم الاستاذ في الاماكن المخصصة لذلك وفقا لتوجيهات الادارة، وهتلتزموا بكتابة الكلام المطلوب في الصفحة الاولى. وطبعا بأكد تاني ممنوع كتابة أي إشارة إلى شخصية الطالب في داخل البحث. وبنتمنى التوفيق لحضراتكم جميعا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.